طويله. صحيح. وهما احوجنا للبطولات دي ان نتفرج عليها. صحيح. ونشوفها تاني. صحيح. فين يعني رايك في ان ما فيش عندنا دلوقتي ولا تاريخي ولا ديني؟ رايي انا طبعا دي من الحاجات اللي عامله لي حاله من حالات الحزن العميق. ايوه. لكن لا اصرح بيه. اصل شوفي نحن دوله اسلاميه. ايوه. وكنا هذا المسلسل الديني او التاريخي بنستناه. طب والله زمايلي كانوا يعني ليه زملاء مسيحيين والله كانوا بيستنوا معانا المسلسلات التاريخي والديني. صحيح. والله. ولك ان تتخيلي ان واحد زي حالاتي عملت 56 مسلسل تاريخي وديني. ما شاء الله. وانا في الاصل قبل اكاديميه الفنون انا ازهري. احنا طب يعني بصره بقى لان انا كمان ازهريه. اه بالظبط. فعشقي للغه العربيه عشق يعني لا يضاهيه أي شيء. وأنطق اللغة العربية بسهولة وبيسر. أنت من حفظة القرآن الكريم كمان فيعني يكفيك بقى ده طبعا. فعشان كده لما يأتي علينا رمضان ويخلو من المسلسل التاريخي أو الديني أنا بيكون عندي حالة من حالات الشجن والحزن العميق يعني. ولادنا دلوقتي الشباب الصغيرين محتاجين. ده حقيقي. وبعدين بيكسب. أيوه بيكسب. بينجح. أيوه بينجح. ليه رسالة لا طبعا. يخطئها أي منصف طبعا. فازاي ازاي فين 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 في سير كتير وموضوعات كتيرة جدا اللي عاوز أدل عليها أنا أستطيع أن أدل وأشاور على مليون موضوع يعني شوفي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هو ده اللي يمكث في الأرض. الأعمال التاريخية والدينية دي احنا ما احناش وعاظ احنا فنانين بنتكلم بس ده أعمال عقل. وهقول لحضرتك يمكن يكون الفن يوصل اللي انت عايز توصله. يا سلام. إنسانيا. مزبوط. وفكريا وثقافيا ودينيا. مزبوط. يمكن أسرع من الوقوف على المنابر. طبعا. يعني طبعا. يعني يعني طبعا يعني الواقفين على المنابر لهم كل على الإجلال على لكن الفنون ده منبر بتمس المشاعر وبتمس المشاعر وتدخل لك من مداخل المشاعر. ما هي منابر. في من المنبر بتاع وده منبر. طبعا طبعا طبعا. ولما تكون الحكايه متقدمه من خلال ناس لهم سير طيبه في قلوب المشاهدين وكتاب عظام وانتقاء كده ونقعد ونتكلم. طب ترشح مين في كتاب عظام دلوقتي؟ كتير. مين؟ طب قول لي اسمين. منهم ما اقدرش اقول لك اسماء. طيب. عشان ما احرجش حد. وفيهم شبان. امال شبان؟ في ال 45. ايوه ايوه. عندهم ثقافه وفجر وقاريين يكتبوا تاريخي. يا الله يا الله يا الله يا الله. طب يكلفوني حد يقول لي هات لنا كتاب وانا فورا خمس ست كتاب عظام لهم من الثقافه والمكتبات اللي هم قاريينها واللي يقدروا يكتبوا موضوع غير مسبوقه. طب. وبعظمه. عايزين. لكن انا اقدر اقول اسماء دلوقتي كاني احرج الناس او أيوة الناس أيوة لا أيوة ما بحبش. أيوة. لكن انا بنتكلم لا كتير يا نشوى. البلد دي مليانه مليانه ناس بس عظيمه. بس احنا عايزين نشوفهم بس يعني عايزينهم يطلعوا على السطح. بوصله الانتاج. بوصله الانتاج تتجه كده تقول يلا يا تاريخي يلا يا ديني انا موجود اهو. مش مساله عشان اشتغل لا يا حبيبي اشاور ناخد ثواب فيها. ايوه. استاذ فلان موجود. بلدنا تستاهل والفن المصري يستاهل تاني يكون في الصداره ودايما في الصداره. طبعا.